كريم العطايا طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، تستمر أشواط هذا المساء في منافسة وفي تحدي وفي أجواء رياضية كبيرة على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن هذا المهرجان السنوي، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث أعلن وانطلق شوطنا الثامن من أشواط هذه الأمسية، من أشواط أمسية اللقاية مع شعارات أبناء القبائل. ينطلق هذا الشوط الخاص بالقعدان والمندفع على مدار 5 كيلومتر. نذكر بأن جائزة هذا الشوط عبارة عن تويوتا لاند كروزر ستيشن. هذه جائزة هذا الشوط، وتمنياتنا بالتوفيق لكل الأخوة المشاركين والمنطلقين من أجل الفوز، من أجل الانتصار وتسجيل نقطة ذهبية في أغلى المهرجانات الخليجية. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى انطلاقة حامي مع الصدارة الأولى. يتقدم بشعار أحمد بن سالم بن دري الفلاحي، من يقدم لنا انطلاقة حامي في هذه الأشواط الحامية بالفعل. بينما في المركز الثاني أتابع التواجد من حفلان، ينطلق في هذا المحفل الكبير بشعار علي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري، من يقدم حفلان على مستوى المركز الثاني. نقل مباشرة إلى ثالث المراكز لنتابع التقدم في هذه اللحظات والاندفاع مع ثالث المراكز من قبل متعب لسعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري، من يقدم لنا متعب على المركز الثالث. المركز الرابع اللي بدأ يتقدم في هذه اللحظات وبدأ ينطلق هنا سلاب مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري، بدأ يقدم لنا شعاره ويغير إلى ثالث المراكز. نقل مباشر إلى المركز الخامس لنجد في خامس المراكز هذا مكف القادم بشعار محمد بن زفنة بالويهي العفاري، من يقدم انطلاقة مكفي مع المركز الخامس. هذا النداء الأول مشاهدين الكرام، هذه النتيجة المبدئية لمسار ثامن الأشواط. سيارة غالية وثمينة بانتظار أحد الأسماء المنطلقة، تويوتا لاند كروزر ستيشن، بالإضافة إلى مادة الزعفران والناموس الغالي. تسير هذه الأسماء، تسير هذه الشعارات في هذا الانطلاق الجميل وفي هذا المسار المميز بين جنبات ميدان التحدي. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى شعار بن دري، من يتربع على عرش الصدارة، من يقدم لنا حامي مع مقدمة هذا الشوط على المركز الأول وعلى مركز القمة. هذا هو حامي مشاهدين الكرام، أحمد بن سالم بن دري الفلاحي، من يبحث عن ناموس هذا الشوط من خلال تقدم حامي على المركز الأول. في المركز الثاني نتابع الملاحقة من حفلان على مستوى المركز الثاني، علي بن راشد بن عبد الهادي الغفران المري، من ينطلق هناك مع حفلان على المركز الثاني وثالث المراكز. التواجد والاندفاع والحضور من سلاب مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري، من يقدم شعاره، من يقدم انطلاقة وتحديات سلاب على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والتقدم شاهين سعيد بن علي بن عبيد بن بخيت الكتبي، اول ندى لهذا الشعار القادم مع المركز الرابع والمركز الخامس. اتابع التواجد، اتابع الانطلاق من الاسماء القادمة، شوف هذه الاندفاع وتابع هذا الهجوم المميز وشاهد الاسماء القادمة في هذه اللحظات. الله 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 اللي وصل وانطلق، انضم معنا في هذه اللحظات شمشوم القادم بشعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري، من يقدم لنا شعاره على المركز الخامس. هذه النتيجة 1500 متر عن خط النهاية، ولكن العودة إلى الصدارة وإلى انطلاقة حامي الذي يسير بتحديات القمة. ينطلق هنا مع تحديات البداية، يتقدم بشعار أحمد بن سالم بن دري الفلاحي، من يقدم حامي ولكن بمعية حامي، من يقدم
يضايق حامي، وبدأ يتجاوز هذا وحفلان المنطلق بشعار علي بن راشد بن عبد الهادي الغفران المري، يبغي ناموس هذا الشوط في هذا المحفل الكبير. هذا هو حفلان اللي غير مجريات الشوط واستفتح الكيلو متر الأخير من طلاقة الكبيرة، بينما في المركز الثالث يتقدم شمشوم مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي يصل مع المركز الثالث. المركز الرابع التواجد والانطلاق والاندفاع من سلاب بشعار المنصوري، ولكن شوف التقدم، شوف الاندفاع في هذه اللحظات على المركز الخامس اللي وصل مشاهدينا الكرام، اللي بدأ ينطلق هنا في هذه اللحظات شعار بن رشيد، ولكن العودة إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى البداية، إلى الاندفاع الأول. الله 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 الله، شوف حامي اللي انطلق بالصدارة، انطلق بشعار بن دري، بن دري يقدم لنا حامي، يقدم حامي في شوط حامي، في شوط حامي يا بن دري، في شوط حامي. الله 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 الله، السلامات تبغي تعبر إلى دولة الإمارات، إلى هالزاخر. الله يا حامي، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، ولكن الخطر القادم. الله الله يا شاهين، شاهين، ولكن حامي، حامي وشاهين في اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، ولكن حامي شاهين يحاول في اللحظات المثيرة، ولكن بن دري، بن دري، بن دري، بن دري، سلام سلام يا زاخر، سلام سلام يا حامي، سلام سلام يا الشبل، سلام. اللحظات المثيرة، لحظة القدوم إلى خط النهاية، وسلام يا بن دري، هنيئا لك الفوز والانتصار مع حامي، تهانينا لهالزاخر هذا الفوز وهذا الانتصار، ومساء الخير يا هالزاخر، وسلام يا الشبل على هذا التقديم الممتاز لحامي، تهانينا لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي اللي قدم حامي في هذا الشوط وفي هذا الأداء الحامي، بينما شاهين من وصل ثانيا وقدم عرض كبير ومثير بشعار سعيد بن علي بن عبيد بن بخيت الاكتبي، والمركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام من وصل شمشوم بشعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام من وصل على رابع المراكز، الناموس لسالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الكرام، المركز الرابع شاهين لبطي بن غانم بن علي بن احمد المنصوري، وخامس المراكز كان الناموس لسعيد او لسالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام، ولكن كان حامي مع الموعد في هذا المساء بشعار بن دري قاطع مسافة الخمسة كيلومتر في 7:20:51، جزءا من الثانية هو التوقيت المسجل مع حامي. تهانينا والناموس لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي على فوز حامي وانتزاعه ناموس هذا الشوط، بينما من وصل شاهين في المركز الثاني بتوقيت مقداره 7:20:61، جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن علي بن عبيد الكتبي، فوز شاهين وانتزاعه المركز الثاني. أما ثالث المراكز فوصل في المركز الثالث مشاهدين الكرام شمشوم وتوقيته الزمني 7:21:17. تهانينا لمبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري، فوز شمشوم بالمركز الثالث. تهانينا